استاذ احمد، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا بطله يا عظيمه؟ انا عايزه اقول لحضرتك ده انا بحب حضرتك جدا ومن اشد معجبين، كنت معاك على طول ويعني شرف ليا اني بكلمك والله. ده انا متشرف بيكي ومش عايز اقول لك قد ايه عملتي فينا. ايه ما شاء الله، ايه اللي انت عملتيه امبارح والنهارده؟ الاول طمنينا على النهارده، شفتك بعد ال 200 حصل عندك زكه خفيفه كده، ايه رجلك؟ تعبي كده وانا بسخن الفلاوة مني. يعني الحمد لله ان شاء الله تبقى سليمه وبكره الفاينل تبقى كويسه. يعني والله حضرتك بتكلمني وانا لسه ماسكه الثلج وبحط على رجلي، بس ان شاء الله خير يعني باذن الله خير. لا ان شاء الله بكره عايزين الذهب، مستنيين الذهب تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ذهب تاني بكره بعون الله باذن الله. بس انا عايز بس تقولي لنا، احنا اصل اول مره، انا دايما لسه بتكلم قبل ما تدخلي معانا، كنت اتفرج على العاب القوة على المتر متر او المتين او كذا، الاقي من جامايكا، من اثيوبيا، من كينيا، مع احترامنا لكل الدول، النهارده بلاقي بنت مصر هي اللي واخده الذهب النهارده، دي مساله جديده. عملتي ده؟ قولي لي تدريبك فين؟ كان فين؟ بدات ازاي؟ احكي لنا. والله يا استاذ احمد هو ده كان حلمي من زمان جدا، من اول ما بدات اللعبه دي وانا بحلم ان احط مصر على منصه التتويج في يعني في النوع ده من الايفنتات. انا كنت بلعب 2018، الدوره دي كانت في اسبانيا، بس كان سني لسه صغير، كنت عامله سادس وكان وقتها كنت عامله رقم كويس وكنت لسه صغيره. عايز اقول لحضرتك اني قعدت ساعه ونص بتفرج على كل التكريمات وكل التتويجات وببكي وبص على منصه التتويج وبحلم اني لما ارجع تاني بعد 4 سنين اكون واقفه على المنصه دي. فبجد كان هو ده حلمي. فلما حصل اول حاجه يعني جت في دماغي ان انا عايزه ارفع العلم وعايزه ابين الدنيا كلها ان مصر موجوده ومصر رقم واحد، ومش عارفه هو ده اللي كان جوايا يعني. فالحمد لله ربنا كريم وقدرني يعني. بس انت بسم الله ما شاء الله، الفيديو مهما تقعدي تبصي او انا ابص او مشاهدينا الكرام في كل مكان يتفرجوا عليكي، ما شاء الله ربنا يحميكي. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك والله العظيم، والله من ذوق حضرتك بس صدقني الحمد لله. لا انت بتدوري على العلم وجالك علم مصر، لحظه تاريخيه ان انت بتفوزي بهذا السباق، رغم ايه الابطال اللي جنبك من الدول المختلفه اللي هم كمان يعني ده حقيقي مش كده؟ هم هم طبعا ابطال كبار وفي الرانك عاليين جدا، وهم يعني يعني في اللعبه دي في الايفنت ده محتكرينه من زمان، فحتى كانت الناس مستغربه ان يعني ازاي مصريه يعني تبقى هي اللي تفوز بالسباق. الملعب كله كان في دهشه يعني، فعلشان كده اول ما خلصت اول حاجه فكرت فيها العلم يعني، كان لان حلمي ان انا كنت ارفع العلم، فالحمد لله توفيق ربنا وكرمه يعني.